هؤلاء هم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم الفرقة الناجية. السلام عليكم الشيخ. هنا من الأسئلة التي وصلت في البرنامج، الأخ سعيد يقول: نسمع كثيرا عن أهمية التوحيد وأقسامه، لكن ما السبيل لتحقيق التوحيد في حياتنا اليومية؟ على الإنسان أن يوحد الله عز وجل في كل أعماله، فلا يشرك معه أحدا، لا يدعو غيره، ولا يستعين بغيره، ولا يستغيث بغيره، فلا يعتمد إلا على الله عز وجل، ولا يطلب المساعدة إلا ممن يستطيعها من بني البشر، ولا يراعي أحدا، وإنما يخلص في عمله لله عز وجل.